الخبر يعني جاءنا قبل أن نبدأ هذه الحلقة بقليل ربما يكون مزعج للبعض، فيما بيعد خطوة لزيادة موارد الدول وتعديل أسعار بعض المنتجات. أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء قرار تم نشره في الجريدة الرسمية اليوم بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والأنشطة التجارية كمان ب40 قرش لمن يستهلك أقل من 25 متر مكعب، و100 قرش لأكثر من 25 حتى 50 متر، و150 قرش لأكثر من 50 متر مكعب. حوالي 90% من المصريين بيقعوا في الشريحة الأولى اللي هي أقل من 25 متر مكعب، واللي كان السعر المتر فيها حوالي 10 قروش دلوقتي أصبح 40 قرش، بينما بيستهلك 15% فقط من المصريين ما بين 25 و 50 متر مكعب، وكان سعرها في السابق 50 قرش وأصبح 100 قرش دلوقتي. هنعرف أكثر تفاصيل عن هذا الموضوع من الأستاذ حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول. مساء الخير يا فندم. اهلا، مساء الخير يا فندم. اهلا استاذه شيرين، اهلا بحضرتك. عايزين في الاول نعرف يعني مين الشرائح تحديدا المستهدفه من القرار ده. والله الشرائح المستهدفه من القرار ده اللي هم الناس اللي هم المستخدمين بكميات كبيره من الغاز الطبيعي. احنا عايزين بس نوضح حاجه. اتفضل. ان انبوبه البوتاجاز اللي هي 12 كيلو ونص بتعادل 12 متر مكعب من الغاز الطبيعي، وبالتالي إذا كان الفرد العادي الحالي بيستهلك حوالي أنبوبتين، فلو حضرتك الأنبوبتين هو بياخدهم بالسعر الرسمي من المخزن الأنبوبة ب 8 جنيه، وطبعا في كتير ناس بتاخدها من الباعة الجائلين بيحطوا عليهم أسعار أخرى. صحيح. فبالتالي لما نيجي نحسب إن سعر الغاز الجديد الشريحة الجديدة اللي هي حتى أقل من 25 متر، هنجد إن توقف أنبوبة البوتاجاز بما يعادل الغاز حوالي 4 جنيه و80 قرش. فاحنا مستهدفين حاجتين. نمره واحد ان احنا نحقق نوع من العداله النسبيه ما بين المستهلكين الغاز الطبيعي ومستهلكين انبوبه البوتاجاز، على الرغم من هذه الشريحه لا زال السعر بما يعادل الانبوبه تقريبا حوالي اقل من 8 جنيه، حوالي 4 جنيه و80 قرش. نمره اثنين، احنا في السابق كان الاستهلاك اللي هو كانت الشريحه ب 10 قروش، فحضرتك لو انت حسبتيها هتلاقي ان ما يعادل سعر الانبوبه حوالي 120 قرش. اسعار الانابيب زادت من حوالي 2 جنيه 65 قرش ل 8 جنيه، واسعار الغاز الطبيعي للمنازل لم تشهد اي زيادات. فبالتالي احنا بنستهدف نحقق شويه نوع من العداله النسبيه ما بين المواطنين في المستهلكين للغاز الطبيعي في المنازل، وطبعا هو غاز استخدام حضاري وفي سهوله في استخدامه بالنسبه للمواطنين بالمقارنه بانبوبه البوتاجاز. فاحنا بالتالي احنا مستهدفين من هذه الشرائح اللي طلعت النهارده وهيتم تطبيقها اعتبارا من اول مايو ان احنا نحقق نوع من العداله النسبيه ما بين. طب حضرتك اتكلمت على الاستخدام المنازل، ماذا عن الاستخدام التجاري؟ حتى الان الاسعار المعلنه من قبل رئيس الوزراء تخص الاستهلاك المنزلي. الاستهلاك التجاري اعتقد ان الاسعار بتاعته بيتم حاليا دراستها، لكن حتى الان لم يتم اي تعديل بالنسبه له. انا بس عايز اوضح حاجه اخرى، ان احنا بنستهدف من القرار دوت ان احنا نوفر حوالي هيحقق ايرادات من حوالي من 800 مليون جنيه الى حوالي مليار جنيه، ان هيتم استخدام هذه الحصيله في تمويل توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بحيث تبقى الوتيره في التوصيل اسرع ونقدر نتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل. عشان عفوا لو ممكن حضرتك بس توضح لي اكتر، حضرتك قلت انه مش هيكون في تغيير حقيقي بالنسبه لمستخدمين المنازل اللي هم هيبدا بيهم او تطبيق هذا الامر عليهم، ولغايه دلوقتي لم تقرروا بالنسبه للاستخدام التجاري هيكون الوضع بالنسبه لهم ايه. اذا الخطوه دي بتهدف لايه؟ يعني هي هذه الخطوه بدايه، يعني هذه الخطوه بنحاول نحقق العدالة النسبية بين المواطنين مستخدمين أنبوبة البوتاجاز ومستخدمين الغاز الطبيعي. وده هيكون من إمتى يا فندم التطبيق؟ هذا القرار سيتم تطبيقه اعتبارا من أول مايو القادم. من أول مايو. طيب أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا.